بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبي نتكلم عن طفرة قاعدة تصير حاليا، اللي هي الـ AI والذكاء في استخراج الصور أو بناء الصور من الصفر. طبعا هذه هي الطفرة اللي صارت بالفترة اللي فاتت، اللي هي الكمبيوتر هو اللي يسوي الأجزاء اللي أنت تطلبه منه، يعني تقول له وش اللي أنت تبي وبعدين يبدأ هو ينتج لك الصور بشكل أوتوماتيك. في شيء جديد نزل على بلندر آخر إصدار، ويعتبر شيء مجنون بصراحة اللي هو اللي تشوفونه الآن. هذا تكتب له اللي أنت تبي وينتج لك الصور بشكل خرافي. تقدر تستفيد منه إنك تنشئ لك أشياء كثيرة، مثل إنك تنشئ لك environment أو تنشئ لك يعني بعض الأجزاء اللي أنت قد تحتاجه. فاليوم راح يكون الشرح عليها إن شاء الله بإذن الله. طيب نبدأ الآن. لازم تكون مركز معي، كل الخطوات اللي أنا بسويها لازم تسويها بالملي، راح تطلع معك أخطاء، شيء طبيعي. أنا من الصبح وأنا أشتغل على هالموضوع وطلعت عندي أخطاء كثيرة، بس إن شاء الله معكم ما راح تطلع أخطاء. طيب بالبداية، هو شيء لازم تروح لما البلندر تضغط الزر اليمين وتقول Run as Administrator أو تشغيل كمدير، وهذا إجراء ضروري تسويه داخل البلندر. ممتاز. ثم نروح لما الإدت، بعدين خيارات، بعدين الإضافات هذه، وتحمل إضافة بحطها لكم تحت طبعا، اللي هي تختص بالذكاء الاصطناعي. طبعا الإضافة مجانية بدون فلوس. هذه صفحة الإضافة، طبعا تنزل تحت، طبعا شرح لك هنا عن الإضافة بشكل عام. تقدر تستخدم عن طريق الويندوز، عن طريق البورشل اللي هي أكواد، وتقدر تستخدمها داخل بلندر، طبعا داخل بلندر أفضل. عموما ننزل تحت هنا، لما تروح لشيء اسمه اللي هو الخيار هذا الآخر إصدار، ممتاز، تضغط عليه، بعدين بيطلع لك هنا آخر إصدار حاطه لك مضغوط، تضغط عليه وتحمله. ممتاز. بعد ما تحمله، طبعا حجمه حوالي 700 ميجا، احفظ وين انت خزنت الإضافة، بعدين تجي هنا تسوي انستول، وتروح لما الإضافة نفسها تحمله. طبعا اول ما تحمله وش اللي بيصير، جت الآن الإضافة هنا، تحط صح، بعدين تفتح الخيارات. ركز معي هنا، لازم تركز. اول شيء لازم تسويه، لازم تختار هنا لينكس ويندوز، هو باي ديفولت حاطها، تختار انستول. إذا ضغطت انستول يبي يفتح لك واجهة السي ام دي اكواد، ويبي يبدأ ينزل الملفات بالشكل هذا. طبعا تخليه يشتغل براحته، يمكن على حسب عاد قوة جهازك، ممكن يقعد دقيقة، ممكن يقعد 10 دقائق، على حسب. لا تقفل الصفحة هذه حتى يعطيك سكسيس تحت، يعني نجاح انتهى. فأنا بوقف الآن حتى يتم التحميل وبعدين برجع لكم. طيب الآن لو تلاحظ معي، خلص، والآن قال نجاح، هنا طلعت لك سكسيس، مضبوط. تجي الآن الخطوة الثانية اللي هي الداونلود الأداة هذه، هذه حجمها حوالي 4 جيجا، تضغط عليها يبي يفتح لك طبعا الـ 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 الإضافة. ممتاز. لازم طبعا تسجل دخول، لازم تنشئ حساب، تسوي ساين اب. وبعض المرات ما تحتاج، تضغط على الملف هذا اول ملف، اذا طلب منك انك تسوي دخول سوي دخول على طول عن طريق الساين اب، وحمل الملف، تضغط على الملف. شوف الان طلب من تسجيل دخول، فتحمل الملف بعد ما تسجل الدخول، ويصير حجم الملف 4 جيجا. احفظ وين مكان الملف. بعد ما تحمل الملف، نروح للخطوة الثالثة، نقول الاوبن تارجت، هذا مكان وضع الملف. تجي شو تزين، تاخذ الملف، طبعا انا محمله هذا الملف، تاخذ الملف، الملف ايش اسمه، الملف اسمه اللي هو هذا SD version 1.4. وش تسوي، تغير اسمه الى موديل، لازم تغير اسمه الموديل ولا ما راح ينجح الموضوع. ثم تنسخ الملف وتوديه بالفولدر اللي يفتحه لك عن طريق البلندر. ممتاز. الآن لو رجعنا البلندر،
وش نبي نلقى؟ نبي نلقى أنها اختفت. اللي توا الخيار كتب هنا successfully، السيت اب موديل successfully، نجح. فوش تضغط آخر شيء؟ تضغط الفاليديت، فاليديت انستليشن عشان تتأكد إن شغلك صحيح. بعدين المفروض إنه يطلع لك سكسيد، طلع الآن سكسيد، يعني الأمور كالآن مضبوطة. طيب كيف أدري أنا إنه اشتغل معي، اشتغلت معي الإضافة؟ تروح هنا تختار الإيميج إديتور، ممتاز، طلع لك هنا وتلقى هنا مكتوب الدريم، هذا اسم الأداة دريم تكتشر. تختار أول خيار يفتح لك الخيار هذا. لو كتبنا فرضا ستون، ممتاز، هنا يقول لك الكونفيجريشن حق الصورة، تبيه 512 ولا 1024 ولا هذا. طيب على حسب رغبة كانت، وش تبي حجم الملف، ممتاز. ثم تيجي تسوي اوكي، تنتظر شوي، طبعا على حسب قوة جهازك، تنتظر شوي لمان يبدأ يبني الملف. نبي نصبر شوي. طبعا اتوقع اول مرة بس، وبعدين يبدأ يمشي معك تمام. الان بدأ يبني. الكلمات اللي انت تحطها اكتب اللي انت تبي، تبي تكتب بلاك ستون، ريد ستون، وايت ستون، اللي انت تبي. هذا الذكاء الاصطناعي عنده ملايين الصور ويسحب الصورة اللي انت تبي. فالان طلع لي الصورة اللي انا ابي، ممتاز. انت الان تقدر تجي وش تزين، تقوله من هنا هذا التكستشر، عندك تكستشر فوتوغرافي، كونسبت ارت. لو اخترنا كونسبت ارت يعطينا هنا ساي فاي اللي هو خيال علمي، ممتاز. الان بنجرب، نضغط اوكي على ستون، نبي نشوف شو طلع لنا. هو اللي الان يبني لنا خيال علمي على ستون. طبعا كل ما تضغط اوكي يبني لك شيء جديد. لو تبي تلاحظ هنا مكتوب 25، بعلمك شلون تغيره. طبعا على حسب، شوف الان بنى لي من خياله، طلع لي عمل فني، هذا الاي اي الذكاء الاصطناعي، ممتاز. الحين وشلون تحكم بالخصائص؟ الان لو دخلنا هنا الادفانسد يقول لك هذا هنا اللي تو ال 25 اللي هنا شفناها، شوف الان بنخليها 30 ونبنقللها، نخليها 15. طبعا كل ما زاد كل ما صار ابطا، اتوقع كل ما زاد ستيبز كل ما صار الدقه اعلى. لو خليناها 15 المفروض تغير هنا، شفنا بنضغط الان اوكي مره ثانيه، الان يبي يبني صوره اخرى، حولها لي الى 15 فيقلل مده ستيب. الان ستوقع كل ما زادت هذه كل ما زادت الدقه، طلع لي صوره ثانيه، ممتاز. فالان انت ركبت اضافه خرافيه داخل بلندر، تبني لك تكستشر، تبني لك كونسبت ارت، تبني لك اللي انت تبي بحسب خيالك. الان خلينا نجرب شيء ثاني، خلينا نقول بلاك سكاي. طبعا تقدر تكتب سبجكت طويل، بلاك سكاي وذ بيرد او ايا كان، يعني تقدر تسولف عليه، ممتاز. الان بنجرب، نسوي اوكي نشوف شو بيطلع لنا. الان مثل ما تشوفون سوالي كونسبت ارت بلاك سكاي، فتعتبر اضافه خرافيه، لانه في بعض المواقع تعطيك الاي اي لكن بفلوس، يعني يدفعك 10 دولار شهريا، وانا جربت الخدمه هذه في بعض المواقع. الان انت تملك اداه عظيمه داخل البلندر ومجانيه، ما يعطيك حد لاستخداماتك. فاذا انت تبي كونسبت ارت تقدر انك تستفيد منه ككونسبت ارت، اذا انت تبي كتكستشر اللي هي جدار ارضيه ايا كان تقدر برضو تستفيد من هذه الخيارات. هنا 1024 الدقه، هنا يزيد لك دقه يكبر لك الصوره، يعني هذه الصوره 512، هنا بنكتب 1024 والهايت برضو 1024. شوف الان الصوره تبي تكبر، لو سوينا اوكي بيكبر الصوره، حجم الصوره على 1024 الحين اخترناه، شوف الان كبرت الصوره صارت اعرض. اذا انت بتحطها على شاشك، وركزوا على ال 15 ستيب، تقدر تزيدها، هي الافضل تخليها الديفولت يعني 25 ستيب، والدقه تغيرها من الحجم. نبي نشوف الان الصوره، طبعا شوف الان صار ابطا من قبل شوي لان الصوره اكبر شوي،
طبعا الشيء هذا كل ما تتقدم في البلندر، كل ما تحترف بالبلندر بتكون الإضافة ذي جدا مفيدة بالنسبة لك. خلاص كأنها جوجل بس على مزاجك، يبني لك صور على مزاجك أنت، ككونسبت آرت، كتكتشر، أيا كان. طيب حنا تبت تسأل سؤال، طب أنا وشلون استفيد من الصور؟ الصور وين هي موجودة حاليا بالبلندر؟ أنا أعلمك. تروح طبعا نبي نرجع لما المنطقة حقتنا الأساسية، نبي نسوي شيفت اي، وبعدين نبي نحط بلين، نبي نكبر البلين شوي، ونبي نروح لم الشيدنج. طبعا لاحظ قفل علي، سوى كراش، ترى طبيعي جدا يسوي كراش لاني انا سويت اكثر من صورة فثقيل على البرنامج. بس الان بفتح مرة ثانية، بسوي على صورتين خفيفة. طبعا انا ما وقفت وعدت، ابيك تشوف شو اللي قاعد يصير، اللي يصير معك هو نفسه اللي يصير معي، بس يكفي ان الاضافة مجانية اقدر استفيد منها. نبي نرجع للايميج اديتور. طبعا راحت من هنا ليش؟ انا اقول لك ليش. في خطوة كان المفروض نسويها احنا، نرجع للاضافات، نكتب دريم، هذه الدريم تسوي له تفعيل، تجي من هنا مو من هنا اسف، من هنا، وتقول سيف الاعدادات اللي انا حطيتها. ممتاز، تو ما كانت موجودة. الحين بنفتح مرة ثانية بلندر، نبي نرجع للايمج اديتور، لاحظ انها الان موجودة بدون ما تضيفها كل شوي. طيب نرجع للدريم تكتشر، نبي نكتب ستون هنا، بنخليها الان ينشئ لنا ستون، وبعلمكم شلون تستفيد تضيف ستون داخل البلندر. طبعا الاضافه بما انها مجانيه، اكيد المطور مستقبلا الكراشات اللي تصير هذه يبينزل الاصدار مطور ويعالج المشكله هذه. يعني الان لو رجعنا هنا، خلينا نرجع صفحه المطور، شوف الان قبل 4 دايز نزل الاصدار الجديد، فاحتمال انه يحدثه وتروح المشاكل هذه. طيب الان طلع عندنا ستون هذا، خلص. ممتاز، تجي ترجع هنا وتحذف شفت اي، نحط بلين نكبرها شوي، تروح لم الشيدنج، تسوي نيو. ممتاز، بعدين تضغط اف 3 من الكيبورد وتكتب هنا ايمج، طلع لك ايمج تكستشر، تسوي موافق، تشبكها مع البيس كالر وتسوي اوبن. اسف مش اوبن، تضغط هذا الخيار تلقى الصورة ستون هنا. يعني كل اللي احنا سوينا لها، الصور اللي احنا طلعناها تبي تلقاها بالمنطقة هذه اللي هي المنطقة هذه. ممتاز، شوف الان ظهرت، ظهر ستون بالمكان اللي انا بيه. لو رجعنا للي اوت وشفنا شلون بصير الريندر، شوف الان طلع ستون عندي هنا. فكذا انت تقدر تحكم بالصور، ودقة الصورة جميلة بصراحة، هذه هي 512 يعني، فتقدر تستغلها انت، تسوي التكستشر اللي انت تبي. يعني لو خلينا نقول ستون وايت، نبي نرجع الحين للشيد قبل ما يخلص. خلص الان، لو رجعنا هنا وضغطنا شوف جت الصورة الان الثانية، فكل الصور تحصلها هنا. فانت بالطريقة ذي عندك AI داخل البلندر في جهازك مجاني، وتقدر حسب خيالك تنشأ اي صورة تقدر عليه وتستغلها داخل البلندر. طبعا الاداة جديدة، اتوقع اني انا اول مشرح عليه عربي، وتستاهلون طبعا، لازم نعطيكم حصريات، والأداة جدا عظيمة. ولو واجهتك مشكلة بلغني بالتعليقات، بحاول أعلمك شلون حليتها هنا مع المشاكل اللي وصلتني. لكن حاول تحمل آخر إصدار زي ما شرحت لك،
وتمشي على الخطوات بالملي وتجرب كل شيء مره ومرتين وثلاث وبعدين تكتب لي. يعني لا تجرب اول مره وتطلع لك مشكله، لا سوي حذف للاداه اذا خربت معك، ارجع للاداه اللي هذه واضغط عليها وسوي له ريموف، بعدين حمله مره ثانيه. اذا جربت مره ومرتين وثلاث ولا انحلت المشكله عندك، بلغني بالضبط وش اللي طلع معك وش الايرور اللي جاء معك، وان شاء الله اني بحاول احله معك باذن الله. والله يعطيكم العافية، ولا تنسونا بالدعم، شكرا لكم.